السلام عليكم اختي، بالنسبه للبغا داك الكروشيه تعلم اليوم كاملين، انا راني كنت وريتكم هاد الضفيره هادي ياك، ها كيتخدم ثلاثه الطراح، واحد جوج وهذا الثالث، يعني هنايا كنا الخلفه. انا نوريك واحد الطريقه ساهله باش تصوبي خوه وما فيهش الخلفه وفي نفس الوقت صحيح ما تيتحلش. الا كنتي ما كتعصبيش بالموتور، داك الطريقه ديال تعصب بالموتور، نوريك واحد الطريقه تعصبي بهذه الطريقه هذه هكا، ديري واحد ليبي رقبتك هنا وتبداي تعصبي هكا. ها هذه بالنسبه ليا، غير غادي نوريك كيفاش تعصبي. ها بهذا السلك هذا، داك الانسب كيتباع عند الدقريه الميتر، حيدو هذا، غادي نجيب الاخر اللي مصوب. انا غادي نوريك دابا الكروشي، يعني كيكون فيه 17 سنتيم ديال الطول، 17 سنتيم، ونقطع واحد الطريف ديال القطعه مبروم ثلاثه الشعرات، ثلاثه الشعرات في ثلاثه الشعرات، وغادي نخلي واحد المساحه قد هكا. هذا كيتصوب بالزربه وصحيح شتي، وكنبداو نخرصو غير من واحد الجهه كيتخرص. ها ها كيفاش ديري الخيط، ها كنعذبي في التصوير شي شويه اختي، اما انا نخدم ليكم كل يومين، نخدم ليكم فيديو شتي، كتبقى تخرص كتخرص حتى كتسالي. انا هادي سالي بزاف دابا، ما فهمش شي حاجه يتقل الفيديو، راه يمكن ليش بحال دابا نصوب انا الفيديو فيه نص ساعه ثلاثه الساعات خاصني نزربو الفيديو. وبالنسبه اللي بغى شي حاجه يتصل عليا معايا في الواتساب، تجيبي واحد الستيل بحال هذا وكدوري عليه هكا. شنو عطانا؟ غادي ندير هكا عاوتاني. ها هاد الطريف هذا هو باش ندور داك كنعاون شويه سناني، غادي نعقدو تنقطع الطريف اللي زايد هنا فيه شيط. حنا بغينا نخدمو في داك القناة حتى نوصل لواحد 2000 ابوني على الأقل اللي بعدا. حتى انا خدمت فيها مثلا كنحس براسي راني ثم تجيب هادي وتتلويها بهذه الطريقة. ها غير ناخذ، ها هو الكروش صوب. هذا باش زوين، هذا ما فيهش الخلفه للور، ما فيه لا خلفه لا والو، واخا تعيا تجر صحيح. ولا ما فهمتيش شي حاجه عاودي اتصلي بيا قولي لي داكشي اللي ما فهمتيش.
السلام عليكم.